من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا. شيء من الرياضة في حياة ياسمين، كي كنت صغيرة كنت نمارس رياضة الجمباز مالي فترة صغيرة ماشي كبيرة بزاف. كي كبرت ثاني درت مازالني حد الآن ندير الفيتنس، ساعات نقطع ساعات نولي لكن دايما مستمرة، يعني علاقتي مع الرياضة دايما كاينة. فجرنا الثورة من أزل، سجل يا دهر معالينا. لاعبين مفضلين ما نبداو بالجزائر، باسكو الجزائر معروفة من بكري، عندها أقدام من ذهب من بكري، مثلا رابح ماجر، مثلا بلومي، مناد، وكاين الحاليين ثاني راهم في أوروبا ينشطوا، كانوا في الفريق الوطني، مثلا رياض محرز، زياني، كريم زياني، بزاف بزاف كاين يعجبوني. يعني المنتخب الوطني اكيد نتبعوا ونساندوا بقوه من يامات المونديال 2010 و 2014، نتمنى ان شاء الله نعاودوا نولوا بقوه كما كنا. لو كنت في فريق كرة قدم نفضل أني نكون في قلب الهجوم، لأنه ممكن تكون تعبر عن شخصيتي، نحب دايما نكون في الصدارة، نحب دايما أني نسعى لأهدافي، أني نهجم عليها. وأطير وأرفرف بالفضاء مدريدية ولا برشلونية، أنا نقول برشلونية على جال نحب الأغنية تاع حسين جسمي حبيبي برشلوني، هذا ما كان حبيبي برشلوني يموت برشلونة، وأنا مدريدي لكن بغير العيون. حب ندخل خصوصا مدرجات في إسبانيا، شفت بزاف روبورتاجات عليهم، حابه ندخل لتما. سالوني كثير، سالوني كثير. الفن يدعو للسلام، الرياضه ايضا تدعو للسلام، يعني حاجه ما عندهاش علاقه كليا بالرياضه العنف. تحية البرنامج صدى الملاعب اللي دايما هو يكون صدى الكرة في العالم ككل، واللي كان يساند المنتخب الجزائري في أصعب أوقاته وكان دايما معاه، وتحية خاصة لمصطفى الأغا. احنا ولاد الجزائر خوا في كل بلاد.